ما كدبش عليكم الخوت، راكم نتوما اللي كتشجعوا على التفاهه. دابا هاد الفتيعه هادي 182 الف مشترك، راه هي وراجلكم يديروا شي كونسيبت زوين ولا شي فلوق غادي بعدا من المضاربه، راه حتى شي واحد ما غادي يتفرج فيهم، راه ما غاديش يضربوا حتى 100 مساعده باش نكونوا متفقين على هاد القضيه هادي. راه هما كانوا طالعين للمشاهدات فراه بسببكم، راه نتوما اللي كتطلعوا هاد الناس هادو باش نكونوا متفقين على هاد القضيه هادي. كتبدا الفيديو كتدخل كتلقى المقايفه، والله تنضربك الحمار الكلب هكذا، دير امك هكذا، شنو هاد الزبل هذا، شنو هاد ماذا فاك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني المغاربه اخواتي المغاربه، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا فيديو الخوت غادي نهضروا على واحد الموضوع واحد اخر اللي زاد عن حدي. قال لك الخوت واحد المثال، الشيء اذا زاد عن حدي انقلب ضدي. شحال هذه الخوت كنا كنشوفوا عيالات كيديروا روتين اليومي، وكنا كنشوفوهم يعني كيسترشقوا يعني من دوك الفيديوهات، ولكن لجينا نشوفوا الخوت يعني هاد الايام الاخيره ما بقاوش يعني دوك العيالات بزاف، وما بقاوش يعني كنبقاش كنلقاهم في اليوتيوب بزاف حيت صافي يعني تفرشوا وطلعوا في الراس. ولكن ولات واحد الحاجه يعني بحال لي ديبلاصات هاد الموضوع ديال الروتين اليومي وديبلاصات يعني داك الزبل اللي كان تيطرا في اليوتيوب شحال هادي. هو هاد الموضوع هذا اللي غادي نهضروا عليه اليوم، الخوت ديال لي كوبل وديال ديال تزوجني باش نربحو من اليوتيوب. كنهضروا الخوت اليوم على الكوبل ديال كازا، الكوبل ديال الفاتحه وبغدر، اللي داك الكوبل الخوت اش غادي نقول لكم، واحد الكوبل اللي زاد فيه بزاف وما بقاش يعني عارف حتى شي حاجه، ما بقى كيفرق لا من الحرام لا من الحلال، يعني قدام الادسنس قدام فلوس اليوتيوب. وبزاف ديال الفيديوهات كيديروا الخوت يعني سيمانه تقريبا كيلحقوا فيها 11 فيديو 12 فيديو، هادشي كامل الخوت يعني باش يجلبوا المشاهدات وباش يجلبوا يعني المتتبعين من دوك الاكاذيب ديالهم. غادي نهضر في الاول الخوت على فاتحه يعني اللي كتخرج في فيديوهات وكتقول لك انا صافي غادي نمشي بحالي، ما غاديش نبقى عايشه مع راجلي، راجلي ماشي راجل، راجلي ما صداقش، راجلي خانني، راجلي بزاف ديال الحوايج. انا الخوت غير واحد الحاجه، انا ما كنتفرجش في داك الشيء، انا راني غير كنشوف يعني هي الصوره المصغره والعنوان، وكنشوف يعني لقطه من الفيديو وكنشوف داك الشيء وكنحلو، ماشي يعني كنتابع انا داك الشيء ولا كنتفرج له، ولكن يعني كنشوف يعني ديك المزبله وكنشوف داك الشيء اللي ولا في اليوتيوب يعني وكنتاقدو بحال هكا وصافي. قلت لك الخوت فاتحه خرجت فيديوهات وقالت لك انا ما غاديش نبقى مع راجلي، وراجلي ما صدقش ماشي راجل وخانني والخيانه عمري نسمح له وكذا، ودايره 11 الفيديو. اختي دابا انت اللي كتفرجي فيا وكتتابعي فاتحه، وقع لك مثلا هذا البروبليم هذا ولا وقع لك هذا المشكل هذا، راجلك مثلا كنت مجوجه به وتعرضتي للخيانه، واش غادي تخرجي في كل نهار فيديو وغادي تبقى تقولي الهضره اللي قلتيها في هذا الفيديو تولي وتقوليها غدا؟ واش غادي تبقاي تصوري معايا فيديوهات تصوري بحال هكا وتحطي؟ واش عاد غادي يكون عندك الوقت باش ديري هذا الشيء كامل؟ جاوبيني اختي، واش يكون عندك الوقت باش ديري هذا الشيء كامل؟ يعني نهضروا دابا بصراحه، ما غاديش يكون عندك الوقت باش ديري داك الشيء كامل، وما غاديش يكون عندك حتى المورال باش تصوري فيديو تريكليه وتمونطيه وتحطيه لعباد الله يتفرجوا فيك. يعني راه الناس عاقوا بيكم، الناس راه عاقوا بيكم، يحاولوا تبدلوا الفيلم وحاولوا تبدلوا ديك المسرحيه اللي كديروا. حيت الخوت بزاف ديال الناس كيتيقوا يعني ديك الاكاذيب اللي كتكذب عليهم، ديك هاد مولات روتين اليومي، حتى هي قال لك كنشارك معكم روتين اليومي وكذا، ولكن فاش كتدخل كتلقى المطايفه والمدابزه، اش هاد الروينه هادي ولا شنو هاد الزبل هذا اللي ولا في اليوتيوب؟ فاش كتجي كتشوف القناه ديالها شحال فيها من ابوني كتلقى 180 الف مشترك. ما كذبش عليكم الخوت، راكم نتوما اللي كتشجعوا على التفاهه. دابا هاد الفاتحه هادي 182 الف مشترك، راه هي وراجلكم يديروا شي كونسيبت زوين ولا شي فلوق غادي بعدهم من المضاربه، راه حتى شي واحد ما غادي يتفرج فيهم، راه ما غاديش يضربوا حتى 100 مساعده باش نكونوا متفقين على هاد القضيه هادي. فراه هما كانوا طالعين للمشاهدات فراه بسببكم، راه نتوما اللي كتطلعوا هاد الناس هادو باش نكونوا متفقين على هاد القضيه هادي. كتبدا الفيديو كتدخل كتلقى المطايفه، والله تنضربك الحمار الكلب هكذا، دير امك هكذا، شنو هاد الزبل هذا، شنو هاد ماذا فاك. والله غير بغيت نعرف شنو هاد الزبل هذا، ما كنبغيش الخوت ناس الفيديوهات ديالهم نحطهم هنايا حيت غادي يضربوني بكوبي رايت، غادي يشوفوني حطيت الفيديو ديالهم وكنهضر عليهم بهاد الطريقه، مع حطيت الفيديو مع كنهضر عليهم بهاد الطريقه مع الكوبي رايت، يعني ثلاثه د الحوايج غادي يجيو في دقه واحده. ما نعرف شنو هاد الزبل هذا يعني كتحطوا علينا. كتدخل الدقيقه الاولى ديال الفيديو كتلقى المضاربه هازه شي صنداله مشير عليه، راه الحمار كذا تشير عليه بصنداله وعاوتاني كيهز الطاوه كيبغي يضربها. والله الخوت لا بقيت غير كنشوف يعني في داك الشيء هذا، كنت نقول واش هذا فيديو ولا شنو، ولا روينه ولا شنو هذا، اين فين غاديه اليوتيوب المغربي يعني بهاد الفيديوهات هادو، فين غادي؟ ما نكذبش عليكم الخوت، دابا كنلقى شي بنات ولا شي دراري كيقول لك هادوك موسخين اليوتيوب، شهوب اليوتيوب، راكم نتوما اللي كتفرجوا فيهم، راكم نتوما اللي كتعجبكم داك الشيء، نتوما في نفس الوقت كتقولوا هذوك موسخين اليوتيوب
وكيديروا الروينه في اليوتيوب، ولكن كنجي واحد الوقت كنلقاوكم كتفرجوا فيهم، يعني هما فاش كتفرجوا فيهم فار هذاك هو الصالح ديالهم، بلا ما ديروا لهم جيم ولا تعليق ولا راه غير كتدخل الفيديو ديالهم كتطلع عليهم المشاهده، عندك المشاهده ديالك كيربحوا عليها، حيت هما كيربحوا من الاشهارات ما كيربحوش على الجيمات ولا التعاليق. عاود ضمك انت يدير جيم ولا ما ديرش جيم، المهم الا دخلت الشيني كنضرب انا وراه ديك اللقطه الاولى فراه طلع لك الاشهار الاول، الاشهار الاول راه ما شحال عليه من ريال. المهم هذا الشيء الخوت اللي كاين راكم نتوما اللي كتطلعوا بحال داك الشيء هذاك، ماشي زعما هما كيطلعوا راسهم. حاج لك مشاكلكم قدها قد السخط، وكان واصلين المضاربة وهز التليفون وكتقولوا والله تنضربك، هز صندالة بغا تضربي وعاوتاني هز طاوة كدا تيقول لك انا نضربك، شوية كترون وكتبقاو تدافعوا تما، الكاميرا ما كنعرفوها فين، اين اتجاه شادة، واش شادة السما واش شادة الارض، بنادم كيبقى يشوف داكشي زعما راكم كداشو زعما راكم كتضربوا، بنادم غادي يتحمس غيتموتي بغا يكمل الفيديو ديالكم، يعني داكشي راه باين تمشي لوش. دابا الناس كيضربوا بصح عندهم الوقت باش يشدوا التليفون غيبقاو يصوروا راسهم كيضربوا، واش عباد الله الناس كتضرب بصح عندها تليفونات. دابا انا ومراتي مثلا ولا انا وصاحبي كندابز عندي الوقت باش نشد التليفون غنبقى نصور راسي كندابز معاك. واش الخوت منيتكم؟ واش صحابكم من الشعب المغربي مكلخ؟ صحابكم من الشعب المغربي ما كيفهمش ولا شنو صحابكم؟ راه بنادم هو راه بنادم ولا كيعرف شنو يتبع، يبدو هذا الكونسيبت ديالكم ولا يطرى لكم انتم بحال كوب المكناس. قال لك واحد المثال صيد النعام القايل قا راه دابا تعياو ما طاروا تعياو ما تكذبوا على الناس، ولكن ما تجي واحد الوقت نتوما يطرى لكم بحال كوب المكنات غادي تحبسوا غادي تعياو، غتلقاو داك الشيء ديالكم راه غير وينه وغير زاليك وغير كور وعطى العور. يعني بهذا المفهوم هذا راه ما كاينش شي افونتاج، يعني بنادم يتفرج في الفيديو ديالكم ويكملوا حتى الاخر راه ما غادي يستافد حتى شي لعبه، بالعكس الا كان بنادم مكلخ وجا تفرج في الفيديو ديالكم غادي يزيد داك التكلاخ ديالو. كان بنادم ذكي وتفرج في الفيديو ديالكم غادي يولي مكلخ. باش نشرح لكم يعني شنو كاين من الاخر، حيت الخوت راه اش نقول لكم راه هزتو فيه. انا علاش كنهضر عليهم زعما بهاد الطريقه؟ هادي ماشي زعما حاسدينهم ولا زعما ما باغينهمش يكملوا، لقاو راحتهم داك الشيء الله يسهل عليهم الله يكمل عليهم، ولكن كنهضر يعني مع الناس اللي كيتابعوا داك الشيء، حيت هما الناس هما اللي كيطلع بحال داك الشيء ماشي هما اللي طلعوا، الناس اللي طلعوهم وكاين فرق. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، الى عجبكم هاد الفيديو هذا ما تنساوش الخوت تضغطوا لنا على الاشتراك، واي حاجه بغيتونا نهضروا عليها في اليوتيوب اي لعبه بان لكم ما هياش كتبوها لنا في كومونتير غادي نهضروا عليها، وما تنساوش ديروا زو سبسكرايب في هذه القناه هذه ويطلع لكم واحد الجرس حتى هو غادي تفرقوا عليه. فضلا وليس امرنا الخوت وبيس لكم.